كان عندي ايفنت وهلأ رجعت ومش قادرة أصدق إمتى تيجي اللحظة ونشيل كل هيدا الميك اب وكل هيدا السترس. بس المفاجأة اليوم إنه حنشيل الميك اب في برودكت حيكون في المستقبل، هو برودكت لسانشاين. مشوا معي. أول شي خليني أربط شعري، الحرارة برا كتير عالية غليان. خلينا نشيل السترس لأنه وجهي حسسته حيفقع حبة حبة أو حبات مع وايف. خليها هاي حلو. الميك اب اليوم كتير تقيل، هو طبقات، فاليوم حنخترع ميك اب ريموفر نحنا هوم ميد، وحيكون هيدا الميك اب ريموفر بدايه لسانشاين ميك اب ريموفر يلي رح ينطرح بالاسواق قريبا. عبينا الدنيا ستراس. And the last one. Finally. خالص عندي الميك اب ريموفر، وهيدي حجة كتير قوية لحتى اعمل my own ميك اب ريموفر. تعالوا لنروح نعمله بالمطبخ، بس رح اخذ غرض او غرضين من الحمام. مشوا معي. وفي غرض حناخده لبيبي حنا. اول شيء بدنا بيبي شامبو، وفيكم بلا بس اليوم انا ححط نقطه واحده منه. مي معقمه فيك تجيبيها من الصيدليه. بتحطي 1 دروب يعني نقطه واحده من شامبو البيبيز. خلصنا البارت تبع المي المعقمه والشامبو، هلا لازم نروح على المطبخ لانه في انجريدينتس وفي مكونات موجوده بس هناك. ما تقولي هيدا السر لحد. اوكي، وحندوب شوي من زيت جوز الهند. خلينا نحطهم بالمايكروويف. عشر ثواني على القد وبنشيلهم. سانشاين ميك اب حيكون البرودكتس كلهم هيلثي، من انجريدينتس كلهم طبيعيات، ما حيكون في كيميكلز تأذي بشرتك. زيت جوز الهند داب تماما، وطبعا عندنا زيت زيتون، وهذا زيت زيتون من الضيعه يعني بيور اوليف اويل. خلينا ننتقل على لاب سانشاين. يلا نعمل تجربتنا. بتاخدي 3 نقط من زيت الزيتون. وبتاخدي 10 نقط من زيت جوز الهند. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ومكون السري اليوم حتشوفوه هلا. حنضيف لها زيت اللوز الحلو. 5 نقط. 1 2 3 4 5. وبتخلطوهم. ريحته كتير حلوة. وهلا خلصنا من اللعب والمختبر، ولازم نروح على غرفة التجارب لنجرب السانشاين ميك اب ريموفر. واو. خلينا نشوف هيدا الميك اب ريموفر وقديش حيشيل هيدا الفول كفرج ميك اب يلي انا حاطته. خلينا نشيل الرموش على مراية هون. شوف، واو، عم بشيل كتير بسرعة. رح شيل هيدا النص.
شوفوا الفرق بين هون وبين هون. كل يوم انا بقولكم get ready with me، انا هلا رح اتحضر لحتى اشيل كل الميك اب. get unready with me، بوعدكم بشي كتير قوي بالماركت قريبا. كلكم تذكروا سانشاين رح تكون نمبر 1 بالميك اب. هدول المكونات صحيين ما بيأذوا بشرتك، ما فيهم كيميكلز. انا رح اقدم لكم افضل منتجات البشره، افضل انواع الميك اب ومنتجات ازاله الميك اب. اوكي، اصعب شيء لما ترجعي من اي ايفنت وتكوني عامله ميك اب كثير مش عارفه من وين بدك تبلشي، ولازم تعتني ببشرتك. نصيحتي لكم وتناموا بالميك اب. واخر شيء رح شيله اليوم هو الكونتاكت لينسز مثل هيك. لا غيرت رايي، رح ارجعهم. حنعمل مع بعض سكين كير. اوريدي نظفت بشرتي وهلا رح اعتني فيها. رح نحط تونر وبنمسح البشره كلها. ما تستحي دائما تطلعي بلا ميك اب، انت حلوه بكل حالاتك. بنستعمل الكريم النهاري تبعي المرطب، اتس موسترايزر. بعد ما رطبنا البشره راح استعمل شيء راح يعطيها ترطيب اكسترا. هيدا المرطب كتير قوي وانتنس، سو حنحط منه على البشره وبتحطيه على كل بشرتك لترطبيها بشكل اكبر. وكونه النهار ما انتهى وانا غسلت وشلت كل الميك اب، لازم ارجع احط سان سكرين. حتى لو ما طلعتي من البيت حطي سان سكرين، لانه في الاشعه الفوق بنفسجيه بتاذي بشرتك وبتعمل كلف وتصبغات. This one. الحلو هذا السان سكرين انه لطيف ولايت 50% الاس بي اف تبعه. الميك اب ريموفر يلي اخترعناه من شوي في اللاب تبع سانشاين حيكون قريبا بالاسواق وحتشتروه وتجربوه وتعطوني انتو رايكم فيه. بحبكم ودايما تذكري سيقي بحالك بمكياج وبلا مكياج. تشاو.